الجنة، يتكلم عن السكان الأصليين، يتكلم عن الطبيعة، يتكلم عن كيف سلبت منهم الأرض وأصبحت لناس آخرين، فيتكلم عن السكان الأصليين في أمريكا بالضبط. فانجليز يتكلم Conquest of Paradise، غزو الجنة، عن هذا الموضوع، إنه كيف سلبت منهم أرضهم، وبكلمات راقية، لكن إحنا حنعزفها بالحان بالآلات، آلة البيانو وآلة الكمان. أستاذنا الفاضل أستاذ عدنان نزار مدير مدرسة الموسيقى والباليه، أتشرف بي وبمهارته بالعزف وبالإمكانيات الهائلة اللي يمتلكها، وأيضا عازف فرقة سيمفونية. وأنا أعرفكم نفسي أخوكم أستاذ مصطفى منصور، مؤلف موسيقي وبيانيست وباحث أكاديمي. شكرا لكم. Thank you.
أصدرت جديد اسمه ألبوم ذكريات من بغداد. هذا العمل يتكلم عن بغداد الخير، يتكلم عن ذكرياتنا الجميلة، أخلاق آبائنا، أخلاق أجدادنا، بغداد وأهلها وناسها وجوها وحياتها. أتمنى يلهمكم. هو الثلاث آلات كمان وبيانو وتشيلو، لكن قسمنا الأماكن الآلات بين البيانو، يعني أنا حازف تشيلو وبيانو وأستاذنا الفاضل المبدع حيعزف كمان. أتمنى يعجبكم هذا عمل جديد، يعني أول مرة. مساء الخير حضرنا الكرام، لنا شرف المشاركة في معرض العراق الدولي للكتاب، أنا وزميلي الأستاذ الفاضل الأستاذ مصطفى المنصور وهو أستاذ آلة البيانو في مدرسة الموسيقى الوالية. الآن سوف نعزف The Swan البجعة، أرجو أن تنال رضاكم. Thank you.
سوبر كارير يعني بيانو لازم مصروف بشكل جيد جدا. يقول لازم تعرفون أعمالي على بيانو مصروف بشكل جيد جدا حتى تظهر صورته الحقيقية. طبعا هذا للأسف اللي كترك يعني ما ينطي الشكل الحقيقي للجراند بيانو. جراند مختلف الوتري صوته أجمل وأعمق لكن هذا متوفر. فنتمنى إنه تدخلون في هذا العالم عالم الباروك. أترككم مع أستاذ مصطفى المنصور. جداً على عملنا يؤثر جداً على نفسيتنا لأن إحنا هذه تمارين سنين طويلة وتعب ساعات من أحد يتكلم معناته ما يعير لنا انتباهه. اللي يريد يتكلم يتفضل يعني أي مكان بس ما يأثر علينا. اللي ما يتكلم معناته دا يقدرنا دا يحترمنا. الآن هنقدم لكم أحد أشهر سوناتات موزارت في سلم جي ميجر. أتمنى تتعرفون على أسلوب موزارت هو مختلف عن باقي العازفين صراحة يحتاج إيد سريعة جدا. واعذروني إذا صارت عندي بعض الأخطاء الدنيا باردة كلش وأحتاج مكان دافئ. لازم إيد سريعة وخفيفة يعزف مثل الفراشة. موزارت مختلف لكن هاني
هذا حضور يعني أجمي، وأتمنى أريد أقدمكم هذا العمل أشوف شلون تساعدوني. عازف كمان فردي استاذ عدنان خليل فرد خليل تفضل. احنا ما نريد نبعدكم عن الحزين. حاضر حاضر حاضر. نريد نبعدكم عن الحزين، نريد شيء مفرح شويه. Thank you.
time to say goodbye.
طلبت عزف حزين، سمعكم عزف حزين. نعم نسمعكم كاتيوشا.